السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور مصطفى، ازيك؟ الحمد لله، لست دكتور والله. تفضل. أتمنى لك كل خير والله يا الله دكتور. يخليك. قلت لك لست دكتور، تفضل سؤالك. بارك الله فيك. وفيك. كنت أعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن حالق اللحية آثم. يعني نهى الرسول عن حلق اللحى. طيب يا دكتور مصطفى، معلش الأمن بيضايقني وأنا بركب مواصلات بالملتحي. المضطر له حكم آخر، وإن صبرت واحتسبت أفضل لك. نعم يا دكتور، أنا عندي أولاد صغار، والأمن الكمين لما بعد على كمين بيوقف العربية مخصوص ويقول لي بطاقتك وتليفونك وكذا مرة، يعني مش مرة واحدة مثلا وتعدي. وأنا بصراحة يعني ما أنكرش، أنت ما تركب خايف بطشهم يعني. عفوا، سيارة خاصة ولا سيارة؟ لا سيرفيس، مواصلات عادية يعني. سيرفيس، صح، سيبوا الناس شوي. على كل، أنت معك رخصة إذا صح كلامك، وصبرك أولى. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا دكتور. الله يسلمك.